قافلة حارس هي واحد القافلة خيرية كينضموا الطلبة المهندسين ديال لانسام المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن. الهدف ديال قافلة الحياة شناهو؟ قبل ما يكون الهدف ديال القافلة لأننا ندوم مساعدة الناس اللي كاينين في واحد المناطق النائية، الهدف ديالها هو إرساء روح العطاء في الوسط ديال الطلبة المهندسين. كما كنعرفوا ان الالتفاته ديالنا والمساعدات اللي كنديو ما كتمثلش واحد المساعدات اليوم اكبر، ولكن الهدف الحقيقي هو الالتفاته لدوك الناس والدعم المعنوي اللي كنعطيو لدوك الناس، وان هذه المنطقه هذه تولي معروفه وسط الناس بزاف، وهكا غنكونوا حققنا الهدف ديال قافله الحياه. وكذلك من اهم النقاط المهمه في القافله هو مساله ديال المشاريع المدره للدخل اللي مشينا فيها الحمد لله في الفيرسون الاولى، وحنا غادي نكملوا فيها. قدرنا نوصلوهم الحمد لله في هاد لي ديزيديسيون، قدرنا اننا نفيدو 200 عائله تقريبا من ناحيه الكوباف هما لي برودوي اليمونتير. قدرنا ناميناجيو دو موسكي يعني في ليديسيون الاولى والثانيه، ناميناجيو دو كلاس دو بلوس. استفدت في ليديسيون الثانيه حوالي 140 فامي من الكارافان ميديكال، سانز اوبليي كو الكارافان ديالنا زعما سكي بارتيكولي فيها اننا ما كنعتمدوش على دي بروجي كي سون زعما انيين. خير دليل على ذلك البروجي ديال المواشي اللي قدرت تستافد منه 30 ارمله، قدرنا نفرقوا الحمد لله 90 راس في النواحي الامدر. حاولنا اننا نستافدوا من التجربه الاولى والتجربه الثانيه باش نطوروا هاد التجربه الثالثه، وجينا ان شاء الله بان نوفيل فيزيون ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نطبقوها في هاد التجربه هذه. شنو هي هاد لا نوفيل فيزيون ديالنا؟ هي اننا اون فاس فوكاليزي سورتو سور لي بروجي. علاش؟ لانهم كيف ما كتعرفوا كدي واحد المجموعه ديال المساعدات الغذائيه المجموعه ديال العائلات، حنا عارفين بلي هذوك المساعدات الغذائيه سون سون با دي زيت بيرمانون، سافو دير واحد 3 ولا 4 شهور كاع او ماكسيموم كيتقادوا ليهم المساعدات، ولكن شنو كيبقى؟ كيبقى البروجي. يعني انا لقينا راسنا اننا كنستثمروا صراحه واحد الجهد كبير، واحد يعني واحد تعب، واحد تعب لا في ناحيه التنظيميه لا في ناحيه باش نلقاو المحسنين اللي يساعدونا. قررنا ان الوغ ان زعما نفوكاليزيو خدمتنا سورتو على لي بروجي، فيكو يعني انت واخا غادي تمشي لهذيك المنطقه وغادي تساعدها وغادي تمشي بحالك، كيبقى هذاك لو بروجي كيبقى خدام تما، يعني كتحاول توفر هذوك الناس واحد الدخل قار. هذه يعني اهم حاجه. حنا زعما شنو علاش ومن بعد شنو كيبقى لنا حنا العمل ديالنا الواحد كيكون في لو سويفي. صافي دير مثلا نقدروا ناخذوا مثلا المثال ديال البروجي الاول اللي كنا درناه فاش فرقنا 90 راس ديال الغنم على 30 ارمله، كنبقاو دائما كنحاولوا نديروا ان سويفي، كنشوفوا هذاك المشروع ديالنا واش انه تطور ولا كاع ما تطور، واش زعما الناس بداو كيستافدوا من هذاك المشروع، باش كنحاولوا نشوفوا يعني واش المشروع ديالنا كانت عنده واحد الفائده لهذوك الناس. وانطلاقا من هاد لو سويفي اللي كنديرو كنحاولوا نجمعوا زعما كاع دوك لي زيكسبيريونس ديالنا باش كنزيدوا نلقاو مشاريع اخرى اكثر تنمويه اللي نقدروا نساعدوا بها هذوك المناطق.